ايام عادل امام، ايام انا اكتر فروم ايجيبت، ولا دي كانت هوايتي من وانا في المدرسه. كان في موجه ثقافيه في مصر الحقيقه، كنا بنعمل روايات لانطون تشيكوف والبير كامي وجان بول سارتر و مختارات كتير من الادب العالمي. وبعدين لما انضميت لمسارح التلفزيون احترفت من بدايتها، واشتغلت اول دور لي تقريبا مع الممثل الكبير الاستاذ فؤاد المهندس، والحقيقه لحسن حظي كان جمهوره كبير وانا عملت دور صغير، ما كنتش متصور ان هو هيلاقي هذا النجاح اللي هو بقول فيه بلد بتاع الشهادات. وابتديت بقى في الخط ده يعني لغايه ما، انما مشوار طويل بقى له حوالي 40 سنه يعني، صعب الواحد يقعد يقوله في دقائق يعني. لما دخلت مسارح التلفزيون كان لسه جاي المخرج الكبير الاستاذ حسين كمال، كان جاي من بعثه من الخارج، قال لي لا انت تمثل كوميدي، وابتدينا يعني. انا الحمد لله كل ما اروح بلد عربي بيستقبلوني استقبال جميل جدا، وده بيسعدني خالص يعني. من المغرب وموريتانيا لغايه الامارات ولغايه منطقه الشرق الاوسط كلها، وساعات بقابل ناس من اوروبا برضه بيعرفوني، والحقيقه ده بيسعدني جدا يعني. انما هو ازاي تتطور، ازاي تغير في نوعيه ادوارك، ازاي الناس تصدقك سواء كممثل وسواء كموضوع، ازاي الناس تصدقك، ازاي الناس تقتنع باللي انت بتعمله، ده مهم جدا يعني. الظروف هي اللي بتحكم عليا، والأوضاع السياسية اللي بتحكم عليا. أنا أصلي بعمل أفلامي وأنا شايل هموم بلدي على كتفي، فلذلك عملت آخر فيلم عملته كان فيلم كان حسن ومرقص، عملته أنا والفنان الكبير عمر الشريف، وده كان عن المسيحيين والمسلمين، كانت الوحدة الوطنية كانت همي برضو من ضمن همومي يعني. والفيلم لاقى نجاح كبير وعمل إيرادات كويسة يعني. والحسن حظي كان معايا الأستاذ عمر الشريف. احنا طبعا كطبقة بنحب اولادنا يكونوا دكاترة مهندسين، فجي رامي قال لي يا بابا انا عايز ادرس سينما ومسرح يعني، وابتدى يشتغل في الاخراج، واخرج اول فيلم ليا كان اسمه امير الظلام، عمل افلام جميلة جدا اخرها كان حسن ومرقص. وحتى لما اتعرض في مهرجان سينما فيريتي قامت مخرجة اخرجت فيلم خدت عليه اوسكار لمارلون براندو، قالت فين المخرج؟ عايز اشوفه. قلت له امه هناك اهي، روح اسالي اسالي يعني هو فين. وما كانش معايا للاسف يوميها يعني. محمد ما يعني لقيته ما يعني ما ينفعش غير حاجه غير انه يكون ممثل. وما بحبش يشتغل معايا يعني، انا بشغله معايا بالعافيه يعني. وما كانش بيرضى يشتغل معايا. والله هو حب مهنتك هي هتحبك يعني. وحب الدور، حب الفن، وما تحبش الفلوس اكتر من الفن. لو حبيت الفلوس الاول الفلوس هتهرب منك، الفن هيهرب منك كمان. لما لو حبيت الفن الفلوس هتيجي وراك.